باب الرجوع للخبر الخاص بمعاناة المعتقل محمد إبراهيم حبيشي في سجن العقرب. معنا عبر الهاتف الدكتورة آمنة زوجة هذا المتضرر حقيقة واللي بيمارس في حقه انتهاكات كثيرة. لو تطلعينا على آخر أخبار صحة الأستاذ محمد في البداية. أستاذ آمنة. أيوه. لو تطلعينا على آخر أخبار الأستاذ محمد الصحية. والله دكتور محمد احنا ما شفناهوش بقالنا يجي 8 شهور دلوقتي. كنا بنزوره في مستشفى تورا. نعم. مستشفى تورا كنا بنزوره في مستشفى تورا على حساب ان هو كان في العقرب وراح مستشفى تورا. وبعدين فجأة كده قالوا لنا لا ممنوع الزيارة كمان في مستشفى تورا. نعم ممنوع الزيارة. فممنوع الزيارة يعني ممنوع الزيارة العقرب اداهم إشارة ان هو ممنوع أصلا القضية بتاعته ممنوع عن الزيارة. فمستشفى تورا خد الاشاره وقال واحنا ممنوع هنا كمان لما يروح سجن بدور السجن. طيب ورجعت يومها في الزياره من اول شعبان بالتالي. دكتوره احكي لنا على ما يعاني الدكتور تحديدا، يعني ايه الظروف الصحيه اللي بيعاني منها؟ الدكتور محمد عنده الضغط والسكر والقلب وعنده مشاكل تانية في المراره. نعم. وبروستاتا ويعني هو تعبان اصلا من يعني لا طبعا ما فيش تريض نهائي من يوم ما خدوه من 23/2/2017. نعم. ما فيش تريض نهائي، هو قاعد بس في الاوضه 24 ساعه انفرادي، ما بخرجش من الاوضه نهائي، ما كانش بخرج الا لما نروح نزوره كل اسبوعين. فده دلوقتي حاليا بقى له 8 شهور دلوقتي مش زورناه، قاعد في الاوضه ما بيطلعش نهائي، لا تريض ولا زياره ولا عارفين نودي له اكل ولا دواء ولا ملابس ولا اي حاجه، مفيش اي علاقه خالص ولا نعرف عنه حاجه. طيب دكتوره قدمت طلب استغاثه وبدات تتناقلوا مؤسسات الحقوقيه، لكن قوات الامن والقضاء ازاي بتتعامل مع طلبكم؟ لا مفيش استجابه من اي حاجه، احنا عملنا طلبات كتير بس مفيش اي استجابه. مفيش اي استجابه خالص. نعم. يعني كل ما قدمته عبر المحامين وأيضا نداءات الاستغاثة لمحاولة مثلا نقله إلى المستشفى أو أن هناك رعاية صحية مختلفة في ظل الظروف الصحية، لم يتم أي استجابة للطلبات اللي قدمتوها. ما فيش استجابة، هم بس آخر من أسبوعين كده عرفنا من الناس يعني أنه هو هيروح القصر العيني محددين معاه عشان يعمل قسطرة في القلب، هو قلبه تعبان وعايز يعمل قسطرة في القلب. فحد اتصل علينا ما نعرفش مين ده، قال هم هيعمل قسطرة يوم كذا، فروحنا نقابله وما جاش، قعدنا مستنيين لعند العصر، فقالوا لنا لا هم بيعملوا كده مع المساجين على طول، بيدوهم مواعيد وبعدين يجوا في اليوم اللي بدهم يعملوا فيه القسطرة او يعملوا فيه العمليه مش بيجيبوهم. طيب لو في رساله معينه دكتوره، يعني في رساله معينه عاوزه تنقليها للمشاهدين الكرام عبر برنامج القضيه؟ رسالة بس عايزينه بس يتعالج يعني، في ناس القضية بتاعته طلعوا ان هو التدابير احترازية يقعدوا في البيت ويتعالجوا او يروح الشرطة كل يوم، هو يعني بتمنى حتى يعني يحصل له حاجة كده بحيث ان هو يتعالج او نشوف نعمل له قسطرة او لو محتاج عملية نعمل له عملية، انما هم تركينه كده خالص، تركينه في اوضة انفرادي وما نعرفش عنه حاجة خالص. نعم. نتمنى يعني هذه الدعوة وهذه الاستغاثة تلقى قبول للمسؤولين ويتم إطلاق سراحه وعودته إلى البيت، حتى في ظروف الإجراءات اللي بيتم اتخاذها من قبل قوات الأمن زي ما بنقول الإجراءات الاحترازية.